السلام عليكم اخوان. انا ما في دابا كنت غادي تموت ليا بسبب واحد لوبسون كاينه في الرانج روفر، ما طلعت ليا الطوموبيله حتى شي حاجه في الداشبورد. المدام تو سامبلومون تشوتات ليا من الطوموبيل، تحل الباب والطرماط بسباباش. غنوريكم بسباباش، شريت الطوموبيله بزباله الفلوس في الاخر تلقى بحال هاد الفريع هذا. هاد لوبسون ديال الزفت كتحل كترد الباب وكيتسد راسو. هادي الاخوان ما تطيقوش فيها، راه دخل الباب حيت مرتي تحل الباب وكنت غادي والطرماط جاب الله ما جاتش كتخطر روحي. الفيلم هو انه كيسدينا الباب جاب الله غادي بواحد الصوره ديال 30 كيلو من الساعه، مرتي يلاه جرات مع جرات تلاحيت تنشوف مرتي تشوتات على برا. نتيجه واحد الديكور لي زوبسيون ديال اخان بجلالة الله. كون مرتي وقعت ليها شي حاجه، والله تندير 100 محامي وبربي تناخذ حقي. لي زوبسيون الزمر، واش كتيسيو هادشي ولا ما كتيسيوش ولا ما عرفتش. الطوموبيله ما طلعت ليا والو في الداشبورد، ما طلعت ليا والو، الباب تحل والطرماط. لا سانتور كانت يلاه تتركف، يعني كنت غادي بواحد 20 كيلومتر الساعه، طلعت سدات هذا مع انا زدت عندي فيراج، هي كتجر تنشوف المرات تلحت طرماط مع ديك الدوره تحل داك الباب وهي تشوت. هو صراحه كاين خطا ديال انه خصك تطلع الطوموبيل ديرها هي الاولى عاد تزيد، مي الباب علاش تحل؟ هذا هو السؤال، علاش تحل الباب؟ ما فهمتش انا علاش الباب تحل، ما خصوش يتحل.